بحركات خفيفة وسريعة يضع العجينة بالشكل المراد لتتشكل بذلك أنواع مختلفة من الحلويات التي تسمى زلابية، حلويات تزدهر في شهر رمضان بمدينة مدنين. العم حسين 30 عاما وهو يحافظ على هذه الصنعة. وحنا بشتغل على المهنة هذه من عام 72. عام 72. وصلنا فيها انا تو عمري قرب عمري 60 سنه يعني. وفما اجيال هاي بعد صار يتعلموا الصنعه برك بال على المخرق والزداب ويقولوا شو البنان هذوما اللي قبل عليهم اكثر ممكن اقلهم الصومة وشوي في السعر اقل شوي الناس قبل عليهم اكثر من هاي والبنان مشروعين احنا نخدموه خاطر معناها ثم صنعه معناها فما فن في الخدمه وكم في الخدمه صنعه. مريض الزوايا ما عندهاش 12 قولوا سو مناسب على الاقل حكم غلي السلع. حلويات زلابيا بانواعها المصففه والوانها الذهبيه تستقطب عديد المواطنين الذين يعتبرونها عادة استهلاكية تميز شهر الصيام ويقبلون عليها لتشهد أغلب محلات الحلويات حركية مكثفة. الطاولة المائدة نتاع الإفطار ديما موجودة الزلابية والمخالق سكريات لا ما كثروش أما الصغار شوي شوي وفرحة الصغار بالزلابية مطلوبة هي في رمضان للاسف بالنسبه للمواطن العادي الاسعار مشتة يعني. بيت مخارق وقريفش هذا هو تو هذا مبدئي اللي شريت. حرفه صنع زلابيا تقترن بشهر رمضان لتنتشر وتروج داخل تونس وخارجها، كما انها ايضا تعرف استقطابا لليد العامله المختصه ممن تكونوا لسنوات ليتوارثوها ويحافظوا عليها من الاندثار.